الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليالك سدواد برنامج كني الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. معجزونك علمي كأه أما سينيس كأه يكسو أرون كتاب كينا قرآن كا يسنة النبي كينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحين هذا كور ولا ليالك صور ربني حديقتا يسيدو إلهي وأبورو إنو إلهي كأبورو دقيقة سمدا وكأبورو كدبنا النقطة حديقتا وين مرجع حديق توحنا قيبنا لبا قيبوت قيب وحنا اللي وحوي قيب لمد آه أما النوع لمد آه عد عدنا مت قرحنا لمد آه تاسي مرك أي دمان يسمى انتهاء كده حالة دوكو طبي سئ غير مرك تاجن تها يا عمري كده أي لاسطو قاب جوني آه أي ودي متى ولو أي حد تلو حدا با أي كنا قنايا قيقي أي كي مادين سيدا بني آدم كما مركو أردنتو وغنو قاني عيدي لغا أبوري اللغو آساي مركا واحد نري حدقو هو حوي يو حدق لمد أه سيدا عد عدن يكو كواوين كوان كواوين وعماليق ونجوم عملاق وحدقو آدو ووين وادي آدو ووين أما انتا صوتير كسالة باللاب ما هي قرح دين قرح دين نوحي دولك كوين تا ما يكسالة باللاب انتا دولكينا هل مليون يصدح بقول أكون بالكوار المركا عد عدة إنت لك أقول كن إنت صو ملي هل كم مليون يصدح بقول أكون كوين أو يدل لجوين يهشن شر أما لجوين يه تمن شر أما لباتن شر لجوين مركا حديقة هسيدا هو وين إياد كهو عمل قضاء يجو مركا اللي ما نيا واحد عدا يجو واحد إنت قاب كم أما قاب كنا يسوب الدلان إنتان إمرك هو قد ضمبا يسن نهاية دعان النقونين قيقي عن يكون نقونين حدقي واحا كودا عاية واحا لدى حالة الانكدار ويسجل يا حدقي أو حدقي ويسكو هوبان يا يا ويسكو دع دعية ومسي محالو كتشي دا ويسكو هوبان يا ويسكو دعية حدقي مركو ويناد أو عمركي سو ويناد أيا قيبتي سارة أيا واحا كسو دوميسا قيبتو هوسي تبدأ نوح نقول يا حدقي إن إليسكي يا إفتينك كبحي أودمو أو أي مجد نقطع لي بأرك ويدو تبدأ نحدقي ويسوي مني أو مركا وحو نقول يا حدق إسوضا هايستا مركا حدقي وينا عملاقاها يعني اللهين عد عيد أيوك وين يهي أي وحو نقول يا ميسان أهانك بدا بني آدم كوكو عياران وكلا سبحان الله ما حد يقول لك يا بنت سو مليون او تشارين كوينا دولكن ايا و خنا قون يا سيده كبد ها وس ود جلجل يا حدكي واذا النجوم انكدرت ما كي حدغه داتان حدغه با اسكو داداناي وس كو دوماي حدغه وس قبسان يا مركا مركا حدغي مركو اسكو دومو الى اسكي سي 15 كي سو بابا ايا عيدي اركي مايسو تبدنا و خو يالنا يا و خو سو بدل يا حالد لا يابل حدق كان وحل هذا وحش ووح وحشي اه وحش مو نقول يا حدق سبحان الله مركم مدو بعد عدي بارك ويدو أي وح يالنا يا حدق وح مجند اه وسوتشي دنا يا وح ولبا أيو ليه مجند سوتشي دنا يا وح ولبا سبحان الله مدة كنا وصعنا يا حدق مركز صدح صفوها الكي جهو كو حدق جن عدي ما أرك يسوى مجد أو يفتين كيس يليس كيس يسوى لومي marka labaad uu soconayaa xidig galiye mid meel ku taagan ma aha marka saddexaad wuxuu leeyahay magnet la yaab leh magnet kan la yaab kale wuxuu ku soo jiidanayo wax alaalaya wixii ka soo horbaxa haday xidig tahay haday qorax tahay haday dhul tahay haday tahay nayaasig ama shubu ama waxna la shubaat haday tahay dhagxaan haday tahay qiiq wax alaalaya wixii cirka Ilaahay uu dhigay oo dhan ee ka soo horbaxa wuu liqaya marka culimadu waxay ugu magac dareen ومقبرة النجوم وماشى له آسو نجوم تأي حدقة سبحان الله وحدقة نم يلا آسا ومركا ووحشيقة مركا عيركا كود حنول ومركا علماء سينسكو أما علماء فلك وحاو بحيا حدقة كان بلاك هول وحوية ومدو بيده وبلاك مركا ومدبك ملوك وانا هول وهول وحوية معني ودلول الثقب الأسود ودلول كمدو ويشبني هذا كما قبان كرسو مركز سيدي كوغاد وحا كوغادين
باكن أم حدق كان ما دام ويهمد وحسوك شيدناي أو مجنت كيس واد وين يهي حتى إليسكو كما بحسناي أو كافتينكو كما بحسناي ماشي ومربا ولقيا وقنتو قلينيا سبحان الله مركا حدق جيكا صهور بحابا حكو حصول لغيا مركا واحد كو قادين ما دام واحد ومبد يهي ومدو يهي مركا وصعوني أو جريان كو كتري وصعوني أيا وحداف أيا ميل حديقة بدني أي جوغان حديقه بو مركا لقيا مركا بني مركا بني آدم كو أي تلسكوب كو أيغان أيا واحد أركان حديقه ومركليا ميل مبدية قالي تتنا واحد دهن ميشن مبدية أهي و بلاك هول و قد مدو أما ميل مدوي marka wax xidiga sidaa u burburay markii hore uu weena xidiga caadi ah buu ahaa dabadeedna uu isku daatay wax yar buu noqday wixii yaraana wuxuu yeeshay marka magnasa wax soo jiidanaysa magnet wax soo jiidanaya oo wixii ka soo horbaxa liqaaya waxaasi milyan jir xitaa isaga ha ka weynaado laakiin gunta hoosun buu gelinaya ilaahay waxa nagu soo beegi xidiga kan marka culimadu waxa uu bixiyeen athqul aswad ama black hole waxa la dhaho laakiin kitaabka quraanka ay uu ka warramay xidiga kan rabbigeen bayno ga warramay wuxuu leeyahay 1400 sanadood ka hor ayuu allah wuxuu ku leeyahay suurata 28aad ee kitaabka quraanka suuratu takwir ayuu wuxuu leeyahay aayada 15aad fala uqsimu bil khunnas waxaan ku dhaaranayaa buu rabbigeen leeyahay al khunnas xidiga qarsoon cidima arkayso الجواري سعنية الكنس وحسو تشيدي لا إله إلا الله بلو في رسوسي ده سيفوين كي أنو كنت المامنة بلاك هول كناما حدقان قد كمدو أهي وحوال بلقة يسيفوين كي أنو كنت المامنة أي ربيقان نكو تلمام قرآن كي بلو في رسوح كليه ربيقان سبحانه وتعالى فلا أقسمو وحنكو دارانيا بالخنس حدقان خنس كا بمعنى خنسة وميدا لاركينين واختفى ومقدوي ومركو اسكو هوبتي اسكو دومين ايا افتين كيسي ارك كيسي لواي سبحان الله كدبنا وحو يا شبول لي يا ربيقين الجواري الكنس بمعنى جريان وصعد مركو صعنا يو الكنس بمعنى مكنسة ومكنسة وحوي ومجند وحسود شيداني وساولو هادي وحي كصهر بحرة سبحانك ربنا marka waa maadayro inta leeg bu xidigiinta leeke malaayinta kilometir ahaa wax inta leeg noqday dabadeedna rubigeen u sameeyay magnet uu ku soo jiidanayo xidigaha oo dhan cirka dhexdiisana uu maraayo oo wixii ka soo horbaxa uu gelinayo waxayna la dhahaa waa maqbaratu nujum waa meesha xidigaha lagu aaso ilaahay uu nagu soo beeginka haddu ku soo beegma xidigeenna ma ama qorraxdeenna iyo dhulkeenna meel ay martay 2 daqiiqo lama arkayo سبحانك ربنا وحيس ويدين لا ولا ليال وحا لا يابين ددك قار دهان ميلahan ad ku fasireysid ama sidana ad u fasireysid culumadi hore umay fasirin ayad waxaan ugu jawaabina kuwa culumada tabaan ijtihad ku dii ijtihad kitab quraanka hadii ay cid fasireyso waxa fasir ilaahay nabi maxamed ba u fadhiisan laha oo fasir ilaaha oo kitaabka intu message ka u fadhiisto dhammaanteed wada fasir ilaaha laakiin rabbigeen wuxuu ugu talagalay inuu kitaabka quraanka ah suu mucjiso u noqdo inuu cilmiga bini aadamku ay gaareen ama ay dahfureen uu fasiro marka aayadkana waxay ka mid tahay waxyaalaha intee tusaalaha ugu soo qaadan karno ee qofka mulxidka ama ilaahay ka go'ay aanu leenahay balu fiirso 1400 sanadood ka hor ayuu rabbigeey ka tilmaamay xidig khansaa oo wax mugdi ah waan cid arkayni wax soo jiidanayo wixii ka soo horbaxa afka gashanaya adigu black hole baad ugu yeedhay laakiin rabbigeen wuxuu ugu yeedhay subhanahu wa ta'ala an-najmu al-khanis al-kanis xidiga qarsoon ee wax walba jiidanay wallahu a'lam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahu 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 allahu